ولعبة يوسف جازع والجمهور الحقيقة الكبير اللي حاضر المباراة رغم برودة الجو يطالب بمستوى فني لا شك أفضل. كرة اللعب عالية ونادي الاستقلال اللي يحاول دائما هذه محاولة الاستقلال تلحق جول الاستقلال جول الاستقلال جول الاستقلال في دقيقة 13 الشوط الثاني من المباراة الاستقلال الإيراني يحرز أول أهدافه. نادي الاستقلال الإيراني شوف 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 كرة مرة ثانية تلعاد ويحطها على طول اللي هو أمير عباس. أمير عباس يحرز أول أهداف المباراة ويشعللها. كان بين عليها اللاعب فهد الكيان بدلا من صفوق تمياط وسيدنه يحاول يعزز الناحية الهجومية وفي خطأ ضربة حرة مباشرة للهلال. في مكان جيد لصالح نادي الهلال ضربة حرة مباشرة. معظم لاعبي الفريقين مشتركين في اللعبة هذه 11 لاعب الاستقلال الإيراني راجعين كلهم. يوسف ثنيان يوسف يلعبها للأمام تلحق جول ثنيان على التوالي ثنيان على التوالي يوسف ثنيان على التوالي نفس اللعبة ونفس المشهد ونفس المنظر ثنيان على التوالي شوف 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 مرة ثانية شوف مرة ثانية جول الهلال جول الهلال جول الهلال السعودي هدف التعادل. تكرر ما حدث في المباراة الأولى بين الفريقين. خالد دايل إذا في المرمى ونادي الاستقلال الإيراني راح يلعب الضربة الترجيحية الأولى. رضا حسن زاده رضا حسن زاده داخل وخالد الدايل في المرمى رضا يشوت برا ضيعها. حسن الحبشي يتقدم يشوت برا ايضا برا 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 الملعب قدم صادق الان يشوت جول جول يوسف ثنيان يوسف قدم شوت جول 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 ما يضيع ما يضيع. مهدي فنوني قدم شوت جول سجل ايضا مهدي فنوني. يوسف جازع قدم الان شوت جول 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 للهلال داخل يلعب الضربة الترجيحية الرابعة. عدروفي شوت برا برا الملعب برا الملعب. منصور يتقدم يشوت جول 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 الهلال. عباس يتقدم تنتهي أم لا شوف عباس القاب يشوت هلالية هلالية البطولة هلالية. الهلال 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 بطلا للبطولة الآسيوية 11. خلاص خلاص بضياع الضربة الترجيحية الخامسة من عباس الرخاب.